يا عم اشرح يا عم اشرح يا عم اشرح. الاستاذ بيسال عليك. فين ده؟ حضرتك مشرح ظريف؟ ايوه انا. وانت شاكي ولا مشكي ولا خدمات امنيه متوسطه؟ طب هتيجي معايا ولا نخش احسن؟ الله الله الله، ده انت دارس المنطقه بقى. لا معلش، مفيش نخش دي الا ما اعرف انت جاي عشان ايه بالظبط. بقول لحضرتك نخش جوه احسن، بس السرير بيروح والدك. يا الدرجه دي؟ ماشي تعال. عارفك انت رخرة. ايه مالك؟ ايه حصل لنا الرعب حضرتك؟ انت ايه، حد ضربك ومكسور تقول انك انضربته جاي تعمل شكوى؟ ابلغ المأمور؟ لا لا بلاش بلاش، الحكومة تتدخل دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. تعال تعال تعال. انا حلو يا عبدالي، انت قريب ما تيجي سيرة الحكومة. لا انا كنت خلاص اوعى تتخافش اوعى حكومة. حلوة الحركة دي. بقول لك ايه؟ لا ما تخافش خالص، ده انا هنا عشان اساعدك تحب الامن ورجال الامن، ولا ارميك للحكومة؟ لا لا آه. لا. مراتي. ما دام مراتك تبقى هي المصيبة. ما تتكلم دغري يا جوز المصيب. ومراتك هي اللي شرفطت وشك كده؟ لا مراتي مدير عام. انا بحب الفيلم ده يا حمديه، شادي يا صلاح ذو الوقار صح. وانت توفيق الدقن ولا يوسف شعبان ولا عادل امام؟ بس عرفتك، انت اللي كنت بتنشر الغسيل وهم بيزقوا العربيه في الطريق الزرعاوي. لا تلاقيه كان شفيق نور الدين بالقبقاب بتاعه. ما تتكلم يا راجل، انت خنقتنا. حاضر حاضر، انا ابو المكارم ومراتي اشرقت هي المدير بتاعي في مصلحة الصرف الصحي. أشرقت في مصلحة المجاني؟ دي أغربت أغرقت زروطت. والنهاردة الاسم بعت لي استدعى. يا ماما النهاردة النهاردة الاسم بعت لي استدعى الشغل بتاعي عشان أقابل رئيس المباحث. وانت ما تعرفش الاسم بعت لك استدعى ليه؟ لا مش ده المهم، المصيبة لو مراتي عرفت. انت مصيبتك في أنهي حتة بالظبط؟ في الاستدعاء ولا ان مراتك عرفت؟ في الاثنين. طب تعال ايه تعال ايه تعال تعال بديل تعال 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 حاضر تعال تعال. واخدني فين؟ روح اغرق بقى في اي بلاعه من غير ما تفور دمنا يا جوز اشرقه المجال. انت لا عم بشرح، استر عليا استر عليا خليه. انا دلوقتي فهمت كل حاجه.